بالدار البيضاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهواوي المغرب. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء أسس شراكة مبتكرة في المجالات التكنولوجية والرقمية من أجل تيسير ولوج الطلبة لسوق الشغل. هذه العلاقة اللي اليوم عندنا مع هواوي واللي كانت من قبل ولكن غادي نطوروها وإن شاء الله غادي نعملوا بحال هذه العلاقات هذه مع الشركات الأخرى باش نخليو الشباب ديالنا يمشي في واحد الطريق ديال الطاقات الجديدة وبالخصوص في هاد الميادين بحال داتا ساينس بحال الانتيليجنس ارتيفيسيال. هواوي تولي اهتماما خاصا لنقل المعرفة والكفاءات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بين مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية والبحثية. الاتفاقية تروم إنشاء 70 أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفق 2025 وتطوير برامج للتكوين والإشهاد لفائدة الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية والتقنية ودعم مشاركة الطلبة في المسابقات الدولية ذات الصلة بالتكنولوجيات الرقمية وتنظيم ندوات وورشات لتبادل الخبرات والتجارب. هذا اللقاء كيعزز التعاون ما بين الجامعة المغربية ككل ومؤسسة هواوي من أجل تشجيع المهندسين والشباب من أحد الاختراع. وعرف الحفل تتويج الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وأطر التدريس والطلبة الحاصلين على مهارات معتمدة من أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.